السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، إن شاء الله نكمل وياكم اليوم ومحاضرتنا في المعادلات التفاضلية الخطية ذات المعاملات الثابتة، طبعا المعادلات المتجانسة. أخذنا بذاك الدرس كيفية التعامل مع أنواع الحلول للمعادلات، وإن شاء الله بهاي المحاضرة راح نأخذ بعض الأمثلة التوضيحية حتى هذا الموضوع ينتهي، وإذا صار عندنا وقت إن شاء الله بالمحاضرة، بقى عندنا وقت من النصف ساعة وإن شاء الله يبقى، راح نشرح نظام بسيط بالواقع يتمثل ينكتب بواسطة معادلة تفاضلية خطية متجانسة من الدرجة الثانية. نجي للمعادلة الأولى. المعادلة رقم واحد تقول عندي 2 y دبل داش ناقصا 5 y داش ناقصا 3 y يساوي 5. حتى نحل هاي المعادلة احنا متفقين راح نعوض بكل فتحة بكل مشتقة بام، فراح يصير عندي راح نقول له solution الكاركترستيك equation، راح يصير عندي m تربيع 2 m تربيع ناقصا 5 m ناقصا 3 ايش راح يساوي عندي 0. طبعا هاي نحلها بالتجربة، تنحل عندي بالتجربة. فهاي 2 m متكونت من 2 m بام، راح نريد هاي تطلع 6، فراح نختار هنا 3 ونختار هنا 1، فالريده يطلع عندي سالب 5 موجب 1، فراح نخليه موجب هنا سالب 3 حتى يطلع عندي موجب 1 ام سالب 6 ام يطلع سالب 5 ام وحاصل الضرب يطلع سالب. اذا ايش راح نحصل؟ اذا اما ما اعرف تكتبوها انتم بالعربي، احنا بالاعداديه نكتبها للطلاب بالعربي، فنقول له either، طبعا either هيك عندكم either 2m زائد 1 يساوي 0 ويؤدي الى 2m يساوي سالب 1 ويؤدي الى الام، طبعا الام الاولى راح تساوي لي عندي سالب نصف، هاي سالب نصف خلينا نقول عليها ام 1 هذا الجذر الاول. الجذر الثاني or ما ادري either انا كاتبها ما ادري صح ما ادري لا، المهم يساوي صفر ويؤدي الى راح يصير عندي الام شي يساوي لي يساوي لي 3 وهذا الروت الثاني. اذا انا عندي قاعدة متعلمها اقول له اذا الجنرال سوليوشن راح يساوي لي كونستانت في اي 2 والسالب 1 على 2 اكس زائد سي 2 اي 2 راح يصير عندي 3 اكس، واكتمل عندي حل هاي المعادلة. معادلة بسيطة جدا من يا نوع من يوع ذن يسمونها distinct roots، يعني روت مختلفة أو جذور مختلفة. زين ننتقل إلى من احنا نحتاج الصبورة، فلا تلوموني من راح أكتب جوا هنا، لهذا جبنا صبورة كبيرة على مود ما أضطر أمسح أثناء الشرح وأخرب عليك المحاضرة. أوكي عندي واي دبل داش، هذا المثال الثاني راح أنقله، ناقص 10 واي داش زائدا 25 y يساوي لصفر. طبعا هذا من راح نحله راح نعوض عن ال y دبل داش راح نعوض عنها بام تربيع ناقصا 10 ام زائدا 25 يساوي صفر، وهاي المعادلة راح نحولها لاحظها مربع الاول 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني، فراح يصير عندي هي ام ناقصا 5 الكل تربيع يساوي صفر. لاحظها انه هاي المعادلة هو مربع كامل، يعني هاي المعادلة هسه من تفتحها تعطيك شنو. طبعا هاي بالخبرة، هسه تقول شلون عرفتها بالخبرة، قد ما تحل أمثلة تصير عندك معلومة تبين عندك أنه هاي مربع كامل من تفتحها ترجع هيك. فلاحظ أنه صارت عندي جذور مكررة repeated roots، فأنه هاي الأم الأم 1 راح يصير عندي يساوي 5 والأم 2 هم كذلك شي يساوي عندي 5، واحنا متعلمين الجنرال سوليوشن راح نقول له واي شي يساوي لي يساوي لي سي 1 اي 2 اس 5 اكس زائد سي 2 اكس اي 2 اس 5 اكس. طلع عندي شنو الجنرال سوليوشن المن، طلع عندي الجنرال سوليوشن للمثال الثاني. ونروح المن ننتقل للمثال الثالث. انا مسوي لكم مثل بالتنسيق حالة على كل مثال من اللي درسناهن، وعندي حالات اضافية جايبها لكم. لا اريد اسود تصير تباين شوية. 3 هل اشوف الصوت حتى اي نعم، لان مشكلة ذيك المرة صارت بي اشرح ساعة او نص ساعة ما اذكر وراح من عندي الصوت طلع ماكو صوت، ومحاضرة كانت لطيفة جدا وكلش انقهرت عليها من راحت، لان المحاضرة بها رزق
إن شاء الله المدرسين يعرفون إذا يدرسون بها رزق بها بركة تجي بوقتها بعد ما تتكرر مستحيل. نجي لهاي المعادلة نطلع الكاركترستيك إيكويجن مالت راح يصير أم تربيع زائدا عندي أربعة أنه أم زائدا سبعة وش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي صفر فوش حكي. طبعا هاي ما راح تنحل بالتجربة لأن السي مالتها عالي جدا والسي مالتها جاي من سبعة في واحد. شلون تعرف هاي ما تنحل؟ تجيب السي مالتها هنا اللي هو السبعة نقول هاي السبعة منين جايتني هاي السبعة؟ ماكو جايتني فقط من واحد في سبعة. واحد في سبعة اضربوا اطرحوهن يطلعن ستة، جمعوهن يطلعن ثمانية. زين الحد الأوسط لا هو ستة ولا هو ثمانية، إذن هذا المقدار ما ينحل بالتجربة. ونروح نحل المن نقول يا بتر الـ A يساوي واحد والـ B يساوي أربعة والـ C يساوي سبعة، إذن الـ M راح يصير سالب B اللي هو سالب أربعة زائد الناقص جذر الـ B تربيع اللي هو 16 ناقص أربعة AC ناقصاً أربعة في أي واحد في سي، فعندي يصير 28 20 وثمانية على 2 أي على 2. فش راح يصير عندي هنا الخطوة اللي وراها؟ الخطوة اللي وراها راح نحصل أنه الأم ساوت لي على 2 هنا أربعة زائد ناقص جذر من جذر طبعاً 28 راح يطلع الناتج عندي سالب راح يطلع عندي 12 راح يطلع عندي سالب 12 وش حكي، لان من نجمع ال 12 ويا 16 يطلع 28. انا جدا طبيعي بالارقام احسب كاني طالب متوسطه لان اضوج من الارقام. فراح يصير عندي 4 زائد ناقص جذر 12 اي، طبعا هاي معروفه جدا لكم على 2، وها جذر 12 راح يصير عندي 2 جذر 3 ويؤدي الى هنا عندي الام ايش راح يصير عندي 2 زائد ناقص جذر 3 اي. طبعا عندي جذرين مركبان خوش حكي، جذرين مركبان مترافقان، فش راح يصير عندي الام 1 ترى راح يصير 2 2 زائد جذر 3 اي، والام 2 ايش راح يصير عندي 2 ناقص جذر 3 اي. فانحل عندي السؤال ب خليني اتاكد خو ما ناسي لي شيء. انا لو احل الامثله قبل المحاضره هواي افضل. نعم اتاكد لان اخطا انا حادثا بهاي الارقام البسيطه. المهم فهسه عندي شنو اذا لاحظتوا؟ اذا لاحظتوا عندي هذا الالفا اللي هو مشابه بالحالتين بالروت الاول وبالروت الثاني، وعندي هذا يمثل لي البيتا طبعا بدون الاي، هذا يمثل لي البيتا مره سالب ومره موجب. فعندي مثل ما احنا نعرف ومثل ما اخذنا بالقاعده العامه انه راح يصير عندي الجنرال سوليوشن واي راح يساوي لي سي 1، نقدر نخلي الالفا يعني نطلعها عامل مشترك، بس راح يصير عندي سي 1 في 2 نقدر نكتب هاي الالفا 2 سي 1 في كوساين جذر 3 اكس باولي هيجي. لا مو هيجي، شوفوا شلون خطأت، شوفوا شلون خطأت، هذا الخطأ القاتل، هذا الخطأ اللي فشلنا قدام العالم. نعم سي 1 اي 2 الفا اكس يعني 2 اكس في كوساين جذر 3 اكس باوع لي هيجي زائدا سي 2 اي 2 هم الفا اكس عفوا 2 الفا هنا 2 في اكس في ساين جذر 3 اكس. طلع عندي شنو؟ طلع عندي هذا الحل العام او الجنرال سوليوشن المان بالنسبه للمعادله التفاضليه رقم 3. حلو، اذا واضح عندي انه صعوبة حل المعادلة التفاضلية المتجانسة ذات المعاملات الحقيقية، يعني معاملات ارقام عادية احنا نسميها constant coefficients يعني مو functions، راح نجي نوع ثاني المعاملات مالت المعادلة functions بها x بها y. مهم انه صعوبتي فقط في حل الكاركترستيك ايكويجن، فقط المعادله المميزه هاي صعوبتي. طبعا كل معادله لها عدد حلول بقدر الاكبر اس بها، معادله من الدرجه الثانيه بها حلين، معادله من الدرجه الثالثه بها ثلاث حلول وهكذا. هاي ناخذها معادله من الدرجه الخامسه بها خمس حلول. جايب لكم بعض الامثله، خلينا ناخذ هذا المثال نعيد كتابته بالاحمر حتى يكون واضح. مثال رقم 4
من الدرجة الثالثة، مثال رقم 4 من الدرجة الثالثة، وخلينا نشوف شلون نقدر نحلها. طبعا ما اكو طريقة واضحة لحل المعادلات، وبعض المعادلات ليس لها حل، مثل ايش؟ مثلا ناقص 4 واي شي يساوي صفر. يعني مثلا من ناخذ هاي المعادلة نقول لها اكس اس 5 خوش حكي زائدا اكس زائدا 1، هاي مستحيل تلقى لها حل اكزاكت. هاي حلها تقريبي، نحلها بالنيوميريكال اناليسيس، حلول عددية بالحاسوب، او نحلها بواسطة طريقة البرتربيشن ثيوري اللي هي نظرية الاضطراب. المهم فهسه من نجي نطلع الكاركترستيك ايكويجن مالتها، سول طلع الكاركترستيك ايكويجن مالتها، ايش راح نقول له؟ راح نقول له يابا انه ترى هاي راح تصير عندي ام تكعيب زائد 3 ام تربيع ناقصا 4 ام راح شي يساوي؟ راح يساوي عندي صفر. خوش حكي. نعم 4 ام ما اعرف، اعتقد عندي خطأ في المثال. وين الاوراق مالتي؟ عفوا هاي الواي ما نخلي لها اس هنا، ايش راح تصير عندي؟ فقط 4 شي يساوي؟ يساوي صفر. زين هاي المعادله، هاي المعادله صعب جدا حلها. شلون صعب جدا حلها؟ يعني ما اكو طريقه، ما عندنا متوفره طريقه مميزه وواضحه لحل هاي المعادله، يعني طريقه مرتبه وخلينا نقول ملبلبه لحل هاي المعادله. لا عندنا محاوله، احدى المحاولات خلينا نقال روت واحد. تلاحظ هسه المعادله لا تصفن بيها، نريد هذا يصير 4، نريد هذا يصير 4 حتى من نجمعه يسالب 4 يصير 0. يمتى يصير 4؟ اذا الام ساوت 1، 1 تكعيب 1 زائد 3 في 1 يطلع 4. فالروت الاول ايش لقينا؟ لقينا الروت الاول شو يساوي؟ يساوي 1. ومن قضيه الروت الاول ايش حصلنا؟ حصلنا انه الام ناقص 1 شو يساوي؟ يساوي لصفر. حلو. اذا حتى نطلع بقيه الجذور لازم نقسم المعادله على اليمين، نقسم المعادله على هذا الروت، نروح ليها طريقه. شوف هسه هاي طريقه يعني طريقه يعني انت تكتشفها تحللها هيجي وتكتشفها. فراح من راح نضرب هيجي، فايش راح نقسم؟ راح نقسم المعادله اللي هي ام تكعيب، هاي شنو خط الكسر؟ سوي حل مرتب فشل من يوتيوب عالم. اي ام تكعيب زائدا 3 ام تربيع ناقصا 4، راح نقسمها على اليمين على ام ناقصا 1. اوكي هذا نزله شويه بايه لي جوا حتى نشوف، لان هاي راح تنقطع الصوره. جيد خلينا نجي نقسم. شلون راح نقسم هذا المقدار؟ راح نقسم نقول له ام تكعيب تقسيم الام ايش راح تطلع عندي؟ ام تربيع. شوف نقسم اول حد، خاف واحد ما يعرف هاي الطريقه، نقسم بس اول حد، قسمه على اول حد. ام تربيع تكعيب تقسيم ام، نحذف ام وي ام، ايش بقت عندي؟ ام تربيع. نرجع نضرب الام تربيع فيهن اثنينهن، ام تربيع في ام راح ينطيني ام تكعيب، ام يعطيني عندي ناقص ام تربيع. هاي عندي شنو؟ هاي صارت عندي. هسه راح نغير اشاره هذا موجب صار سالب، هذا سالب ايش صار؟ صار موجب. نجمع هذا راح يصفر ويا من؟ وي هذا ينتهي عندي 3 ام تربيع، وام تربيع صارت عندي 4 ام تربيع. زين ننقص الأربعة، هاي ننزلها، هاي البقت ننزلها. راح نقسم 4 ام تربيع على ام، شو بقت؟ بقت زائد 4 ام، هاي جدا مهمة، بقت زائد 4 ام. زين هاي الزائد 4 ام عندي هنا اضربها بالاول وبالثاني كذلك، فراح يصير عندي 4 ام، ايش راح تطلع النتيجة مالتها؟ 4 ام تربيع. اوكي 4 ام في سالب واحد راح يصير عندي ناقصا 4 ام. واضحه الفكره؟ جيد 4 ام ضربناها بالاول 4 ام تربيع. هسه هذا هو هم موجب نحوله سالب، وهذا سالب شو نحوله؟ نحوله عندي موجب، فهذا راح يروح ويا من؟ ويا هذا، وهذا عندي سالب 4 موجب 4، فراح يطلع عندي 4 ام ناقصا 4، هذا الناتج اللي هو عندي موجود. ف 4 ام تقسيم هذا
طبعا الام راح تروح ويا الام راح يبقى عندي زائد 4 زائد 4 في الاول يصير عندي 4 ام ناقصا 4، وتلاحظ انه هذا من جمعه ويا هذا راح شيء يصير عندي، يصير عندي صفر. اذا ايش سوينا هسه؟ احنا قسمنا الكاركترستيك ايكويجن على هذا الروت. ايش حصلنا من عندها؟ حصلنا من عندها انه يابا قلنا له ترى الام تكعيب زائدا 3 ام تربيع ناقص 4 اللي هي الكاركترستيك ايكويجن الاصليه، يمكن تحويلها الى ضرب شنو؟ الى ضرب حدين، الحد الاول يكون ام ناقص 1 والحد الثاني شي يكون ام تربيع زائدا 4 ام زائدا 4 وشي يساوي 0. يعني هاي سوينا لها تحليل، يعني قللنا شنو هو الاوردر مالتها، سوينا لها تحليل. زين هسه ايش عندنا بعد؟ هذا هم نريد نحلله. طبعا هذا تحليله راح يصير بسيط، نقول له انت ابقى هنا ام ناقص 1 اوكي، انت تحليلك بسيط، مربع الاول 2 في الاول في الثاني، مربع الثاني انت ام زائدا 4 عفوا ام زائدا 2، ام زائدا 2 الكل تربيع شي يساوي 0. اذا احنا شو نريد؟ احنا شنو اللي نريده؟ نريد نجيب متعدده الحدود اللي هي كاركترستيك ايكويجن كلها نحللها، نسويها بمعادلات صغيره من الدرجه الاولى. فاذا هسه راح يصير عندي اما ام ناقص 1 يساوي 0 ويؤدي الى ام يساوي 1، وهذا ما نحتاج نقول عليه اما لان احنا لقيناه هنا. والحاله الثانيه راح يطلع عندي الام شو يساوي؟ الام 2 ويساوي الام 3 ريبيتد مكرر، وش يساوي لي؟ يساوي لي سالب 2. اذا طلع عندي جذرين مكررات وطلع عندي جذر اصيل، فايش راح نسوي هنا؟ راح نقول يا ترى جنرال سوليوشن ايش راح يساوي؟ راح يساوي للثابت اول في الجذر الاول اي 2 اكس 1 اكس زائد الثابت الثاني اي 2 السالب 2 اكس. زين ما نقدر نقول ثابت ثالث عفوا خوش حكي في اي 2، يعني المعادله تعرفون من الدرجه الثالثه فراح يطلع لها ثلاث ثوابت، من الدرجه الثانيه يطلع عن ايش قد ثوابت 2. فهنا ايش راح نقول له؟ راح نضرب في اكس ونقول له اي 2 السالب 2 اكس، وهو هذا اللي متعودين عليه كل ما يتكرر عندي الروت انه شنو هاي ليش هيك صارت؟ ليش هيك؟ من ادينا بذلك؟ نعم خوش حكي، طلع عندي حل يا معادله، طلع عندي حل هاي المعادله. نروح المن هسه بعد للمثال اللي احنا مجهزينه واللي هو مثال من الدرجه الرابعه. سقط الفن واحرى بك ان تكون. 4 واي برايم للاربعه زائدا 2 واي دبل داش زائدا واي شي يساوي عندي؟ يساوي عندي صفر. فالكاركترستيك ايكويجن مالتها راح تصير ام 4 اس 4 زائدا 2 ام تربيع زائدا 1 يساوي صفر. حلو، طبعا تعرفون الواي معناها اسها ايش قد؟ 1. بس خليني اشوف الكاميرا. حلو، بعد عندي هو وقت مهم اشيكه، يعني الكاميرا 30 دقيقة وتفصل. إذا نروح نشوف هاي المعادلة الكاركترستيك ايكويجين، هاي ايش راح يصير بها؟ شلون تنحل؟ هاي راح تتقلل. شلون راح تتقلل؟ نقول له هاي راح تصير ام تربيع زائدا 1 الكل تربيع يساوي صفر. من تجيها هاي هسه تقول له مربع الاول ام اس 4 2 في الاول في الثاني ينطيك هاي نفسها زائد مربع الثاني ينطيك 1. اذا هاي شنو؟ اذا قابله لمن؟ قابله للتكرار. اذا باوع الفكره، اذا هسه اللي حصلت انه انا ام تربيع زائدا 1 الكل تربيع شي يساوي صفر. اذا هذا الروت ريبيتد، من اطلع احل هذا الروت على جهه اللي هو ام تربيع زائد 1 يساوي صفر يؤدي الى ام تربيع شي يساوي عندي سالب 1. وتعرفون من اجذر الطرفين ايش راح احصل؟ راح احصل انه الام شو تساوي لي؟ تساوي لي زائد ناقص اي. حلو، اذا حصلنا جذرين داخل القوس، حصلنا جذرين داخل القوس زائد اي وناقص اي، وذن الزائد اي وناقص اي اثنين هن ريبيتد، يعني الزائد اي هو ريبيتد مكرر
والناقص اي هو ريبيتد مكرر، فاثنينات مكررات. فالسوليوشن طبعا راح يكون عندي من الدرجه الرابعه المفروض باربع يعني اربع ثوابت تكامل، والمفروض يتكون من اربع ابعاد يعني فور دايمنشنز، كل داله من ذني الدوال الحلول اللي طلعناها هي ايش تمثل عندي؟ تمثل عندي مثل اليونت فيكتور اللي شرحناه باللينير وكذا. فراح يصير عندي واي ماكو مشكلة، واي راح يصير عندي شي يساوي لي C1 E2 زين. المشكلة بعد خليني أوضح لكم، أنا هم نسيت أوضح لكم شغلة، الروت هذا اللي طلع اللي هو مكرر هذا كومبلكس، يعني هذا الام يعني نقدر نقول بصورة بسيطة أنه الجذر الأول راح يساوي لي الجذر، مو الجذر الثاني، راح نسوي لي الجذر الثالث لأن يعبر الجذر الأول وماكو مشكلة، أنت الجذر الأول يساوي الجذر الثالث ويساوي لي I خوش حكي، والجذر الثاني يساوي لي الجذر الرابع وشي يساوي لي سالب I. طبعا هاي الـ I ألقى أنه الألفا تساوي لي صفر والبيتا شو تساوي واحد، وألقى هنا الألفا تساوي لي صفر والبيتا شو تساوي لي؟ تساوي لي سالب واحد. ليش هنا هيك سويت؟ هنا هيك سويت لأن أنا أدري أنه القانون يريد من عند البيتا وهو معامل الآي، ويريد من عند الألفا وهو الحد الخالي من الآي، يعني حقيقي وخيالي. زين فراح يصير عندي الواي راح يساوي لي C1، طبعا ماكو يعني الحد هذا اللي هنا صار واحد فما راح نكتبه، يعني E2 ألفا اللي هو صفر X راح صار عندي E2 الصفر فصار واحد فما كتبناه أصلا، هذا يساوي واحد أصلا ما كتبناه، هو وين مكانه؟ مكانه مفروض هنا. فC1 كوساين X أوكي زائدا هاي وين نحكي؟ نحكي على ذني الفوق C2 ساين X، هاي على اليمن على الحدود، هذا ذني كوساين X أو ساين X. الحدود الثانية راح نقول له زائد C3، يعني أنا وين تعاملت هنا؟ هنا ذا المفروض نخلي ساين X، شوف باوعلي المفروض هنا نخلي سالب X، سالب X يطلع لي برا أوكي، فيصير سالب C2، سالب C2 هو نفسيته C2 لأن ليش ممكن نعبر عنه بغير ثابت، زائد C3 X كوساين سالب X هم ينطيني X، زائدا C4 أكتبها جوا طبعا هنا X أخليه X ساين هم X هنا واحد، هذا طلع الحل العام. هسه تقول لي هنا ليش انت مو المفروض تخلي نعم هنا المفروض اخلي سالب وهنا المفروض اخلي سالب، بس تعرفون بالساين السالب يطلع لي برا ويطلع سالب كونستانت، والسالب كونستانت هو نفسيته كونستانت يعني ما ياثر، فاصلا ما كتبناه. فش لقينا المين؟ لقينا هذا الحل الخاص بمن بهاي الامثله الاربعه اللي هي يعني هذا من الدرجة الثانية وdistinct roots، هذا من الدرجة الثانية repeated root، هذا من الدرجة الثانية complex roots، هذا من الدرجة الثالثة شفنا شلون نحله، هذا من الدرجة الرابعة ونشوف حله شوية بفكرة وبنوعا ما تعقيد. إذن هسه ملخص المحاضرة، ملخص الشغل، ملخص العملية، إنه المعادلات اللي هي نسميها constant coefficients خوش حكي بالحقيقة هي ما بها يعني صعوبتها فقط حل الكاركترستيك إيكويجن، لا أكثر ولا أقل، هاي صعوبتها فقط حل الكاركترستيك إيكويجن. ميل عصبورة المفروض أنتم صورتوها، خاف واحد اللي داخل سكرين شات إلها أو كذا، وإن شاء الله نلتقي وياكم بمحاضرة أخرى. محاضرة جاية إن شاء الله راح أحاول أجيب أنه هاي المعادلات وين نستخدمها بالواقع، بس قبل لا نستخدمها بالواقع اريد اخذ لكم شنو معنى الانيشال كونديشنز بالبدايه، على مود من ناخذ الانيشال كونديشنز نعرف شلون نطبق السيستم ونحله ونطلع القيم مالته مضبوطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.